مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربعة جمعة هذه عودة على ملف متعلق بشخصية غامضة أحكي عليها وزير الداخلية السابق في آخر ظهور إعلامي ليه. من وقتها ربما نجم نصفوها بالرجل الأخطبوط هذا اللي باش نحكيو عليه. علاش؟ لأنه كان عنده علاقات فيها كثير من نقاط الاستفهام مبنية على مصالح وربما على رشاوي. نحكيه على شخصية تحصلت على رخص بطريقة فيها نقاط استفهام كبيرة في واحد من القطاعات الحساسة، رخص المشروبات الكحولية. الرخص هذه عادة تسند بطريقة صعبة ياسر، تبدأ بطلب يقدم إلى الولاية، من بعد الولاية باش يمشي هالمطلب هذايا للجنة مركزية في الداخلية اللي باش ترسله بدورها إلى لجنة استشارية، ثم بعد ذلك يتم استشارة الإدارة العامة للأمن الوطني ويوصل الموضوع حتى لاستشارة وزير الداخلية. إذا وقعت الموافقة يرجع المطلب إلى الولاية، ومن الولاية باش يتم مباشرة إحالته على الإدارة الجهوية للتجارة اللي هي تقوم بإتمام العملية والترخيص. بالتالي طريق طويل عريض أمام طالبي الرخص متاع المشروبات الكحولية. لكن الغريب في بلفنا أنه باش نلقاو السيد هذا لم يتبع هذه الإجراءات حسب المعطيات اللي توفرت في القضية، ثم أنه في عوض الرخصة عنده جملة من الرخص، الأعداد اللي وصلنا لها توصل إلى 9 رخص في أكثر من ولاية. لكن الإشكال الأكبر باش يظهر في كرني، باش تلقاه عند هذا الشخص واسع النفوذ. كرني في أسامي وفيه فلوس، أسامي ناس وقدامها فلوس. ومن خلال الفيديو الحصري تحصل عليه الحقائق قاعدين نحكيه على ربما رشاوي تقدمت إلى جملة من المسؤولين. شوفوا الفيديو هذا اللي نشوفوا فيه واحد من المسؤولين في واحدة من الولايات اللي قاعد ياخو في فلوس. في هذا الفيديو اللي صوره واحد من العاملين مع هذا الرجل الأخطبوط. شو حكايته بالضبط؟ تفاصيل في حلقة الجمعة هذه من الحقائق.